نروح بقى مع حضراتكم للحديث حول ابننا فخر العرب اللي مشرفنا واللي مصيطنا كالعاده في المحافل الدوليه. امبارح كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم عن محمد صلاح وتتويجه بجائزه القدم الذهبيه. مفيش 24 ساعه عدوا حضرات وكانت جائزه ثانيه من نصيب محمد صلاح وهي جائزه افضل لاعب في انجلترا لعام 2021 طبعا من قبل رابطه مشجعي كره القدم. بالمناسبه دي المره الثانيه اللي بيفوز بيها محمد صلاح بتلك الجائزه بعد ما حصل عليها قبل كده المره الاولى سنه 2018، وبقى بكده هو اول لاعب في تاريخ هذه الجائزة يفوز بها أكثر من مرة، وطبعا تفوق على كثير يعني من المنافسين كالعادة. مشرفنا محمد صلاح. عايز أقول لك هو كان سعيد جدا بالتتويج ده وفكرة إن هو يحصل عليه للمرة الثانية، وهو شكر كل الناس طبعا من المنظمين والقائمين يعني على هذه الجائزة، وبالذات شكر الجماهير، لأن خلي بالك من حاجة بجد، صلاح من الناس أو من اللعيبة اللي علاقتها بالجماهير حلوة جدا. صحيح. يعني هو حتى بيرد على الناس، لو انت متابع يعني هو بيرد على الناس وبيحب فعلا يتفاعل مع الناس، ودايما بيوجه الشكر بعد كل جايزة للناس، ودي على فكرة حركة حلوة جدا يعني. فمبروك مرة تانية، والله الواحد مبسوط كل شوية يقول مبروك مبروك. ويكفي انت بتسمع الجماهير الانجليزية وهي صوتها بيرج يعني المدرجات، بيتغنوا بالمعنى الحرفي، بيتغنوا بمحمد صلاح، وفي احلى من كده؟ حاجة عظمة جدا.